فالأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يحج من عامه وإنما حج من قابل فليس بمتمتع. فلا بد أن تقع العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج. هذا التمتع. الثاني القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقرن ويجمع بين الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا على أنه متمتع، ثم لا يتمكن من الإتيان بها فيدخل الحج على العمرة ليكون قارنا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت على أنها متمتعة. لما بلغوا سرف حاضت رضي الله عنها، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. فسلاها وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. هذه الصورة الثانية من صور القران. الصورة الثالثة، وهي التي فيها خلاف، الصورتان الأولى والثانية لا خلاف فيهما. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا على أنه مفرد، ثم يدخل العمرة عليها، يدخل العمرة عليه يعني على الحج. فهذه الصورة فيها خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح. قالوا: لأنها لم ترد، هذا واحد، وثانيا لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر الذي هو العمرة على الأكبر الذي هو الحج. والقول الثاني صحة ذلك، أن هذه الصورة صحيحة، وقالوا إنها وردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في وادي العقيق وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا يكون القران له ثلاث صور. النسق الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده.